لقد وصف الله جل وعلا القرآن العظيم بأنه كتاب مبارك. قال الله سبحانه: هذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. مبارك في حروفه وألفاظه، مبارك في معانيه، مبارك في آثاره، مبارك في ثوابه، مبارك بركة دينية دنيوية وأخروية. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كم من إنسان صلح قلبه بهذا القرآن المبارك، إما بقراءته أو بسماعه. هذا القرآن تأثيره عجيب، لو أنزل على حجر، لو أنزل على جبل من الحصى تصدع من خشية الله. فكيف بقلب الإنسان لو كان حيا؟ لكن القلوب قست حتى صارت الحجارة أو أشد. كلنا ذلك الرجل الذي قسى قلبه وجمدت عينه فلم تعد تذرف بالدموع إذا قرأ القرآن أو سمع القرآن.